مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد لعرضه وعليها الكلام. وهذا الأسبوع رانا في ولاية بومرداس اللي معروفة بناسها الملاح وجمال طبيعتها والأطباق بين حاجة شابة. وهذا الأسبوع راح ندوقوا ملح بومرداس افيك كات نوفو كانديدا. شكون من؟ كريم، يسرى، حياة، فتيحة. في نهاية الأسبوع راح يكون واحد فيهم الفائز هذا الأسبوع، ولما لا راح تكون عنده عرضه وعليها الكلام. واليوم أنا معروضين عند فتيحة. السلام عليكم، أنا السيدة فتيحة من ولاية الجزائر، بالضبط باب الواد. مهنة تاعي تخيتوز، طباخة الأفراح والمناسبات. حنا إيكيب، مجموعة من الحراير، حنا إيكيب حراير الأفراح مناسبات سبيسيال. خيرت مجال الطبخ ملي كنت صغيرة وأنا نحب الكوزينة، نحب بزاف الكوزينة، نحب نخلط في الكوزينة. ومام طوكي زدت كبرت وتحت لي الفرصة، كان الأخ ديالي حصل اللي فات، من تما بديت مع تخيتوز اللي كانت عنده. وهذه شغل هواية نحبها بزاف. نحب أنا أصلي نحب الكوزينة، نحب طناجر، نحب طياب. من تما زدت كملت مع تخيتوز هذيك، ومن بعد هذيك درت الفرقة ديالنا حنايا. شاركت في هذه المسابقة عرضوا عليها الكلام، ماشي باش نربح انا الاولى ولا الدوزيام، ولا انا شاركت باش يشوفني الجمهور، يعرفونا، يعرفوا شكون هما ليكيب الحراير. هذا ما كان عندنا بنديرها التجربة باش يتعرفوا علينا الناس. مرحبا بكم عندنا ولاية بومرداس، ورانا مع الطبق الرئيسي، وان شاء الله ينال اعجاب المشاهدين ولي كونديدا ديالنا. والبلا ديالنا هو عباره على طاجين شوا. فتيحه بدات بالبلا برينسيبال، راهي تقول طاجين شوا. بصح جاي شغل متوف وفتيحه ما ضيعتش الوقت، ديجا راهي مع الدغيساج. الثوم، لا فيوند، الحميصه، نزيدوا معاها لي زيبيز، فلفل كحل، راس الحانوت، قصبر والملح. بسم الله نبداو ديساج ديالنا. ناخذ طرف تاع اللحم، شويه صوص، شويه حميصه، ما راكم تشوفوا هذا. نزيدو الكروكات هذوما، ساعات نديروهم بلا فيون داشي وساعات بالبولياشي. كيما اليوم فضلت نديرها بالبولياشي لضيافي. البولياشي كاش يجي؟ بولياشي معدنوز، بصل، ثوم، راس الحانوت، فلفل كحل، لا شابلوغ، ونعجوها بالبيض حتى تشد روحها. ومن بعد دي بولات ابخي نديرهم في الفارينه، مور الفارينه نديرهم في البيض، مور البيض في لا شابلوغ، بعد نقلوهم. بعد نقلوهم الرش حاجه واحده اخرى، رانا دايرينهم كونتري شربافريك تاع العاصمه ولاد البلاد. شربافريك كما نعرفوها لي دي لا فيوند باينه، حم الغنمي لي يجي بنينه به بزاف. نديرو مال الطحشيش وربطة النعناع، نميكسيوهم على فوا بالميكسور، نرموهم في القدره ديالنا. ومن بعد نديرو لي زيبيس. لي زيبيس هي عباره على فلفل كحل، راس الحانوت، عود قرفة، غير بس من صغيرة، زيت كمقبلة. اللي هي عبارة على شوربة فريك اللي نعرفوها قاع جزائرية. شوربة فريك ديجا على بالنا واش كاين في لونطخي. ايه شربة فريكة واقيل فيها اليوم مرسيدوان. هكذا بعد ما كملنا الطبق الرئيسي نزيدو نكملو لافينيسيون تاع لاصالاد، اللي هي دايما تجي مع شربة فريك.
رسالات اللي درتها فتيحة تحفة. الروز شغل قلب، طوماطي شغل وردة، والبيطراف إن غوز سي مينيونت. نكملو الشلاطة ديالها اللي تجي مع الشوربة. وانا اخترت بالعاني الطبق الرئيسي اللي هو طاجين شوا، لخطر هو تخدو موندي وحاجة جديدة وبنين بنين بزاف وكلاس، يدومونديوه بزاف في العراس ديالنا العصرية. هكذا ما بقى لي غير نوجد السفة ديالي اللي حن نقدمها كتحلية، ومن بعد نستنى ضيافي. يعطيك الصحة فتيحة، ضيافنا راهم عند الباب ومتحمسين باش يكتشفوا اللغز. وسيرتو المنيو الواعر. مرحبا مرحبا، تفضلوا. دوزيام فوا ويعطيكم الصحة يلبيكم. كما قلنا لونتخي شوربة فريك ولا سلاد ماسيدوان. بصحتكم. تبان تشهي الله يبارك. يسلمك يعطيك الصحة. إن شاء الله تنال إعجابكم. إن شاء الله. أنا مش واحدة برك. ميرسي. سلمك. سلمك. تفضلوا. صحتكم. الله يسلمك. صحة حلوة. بنين عمي. نبدأ بيسرى، واش رايك في الشوربة فخيك؟ يا فريك فريك. دارت انا شوربة فخيك مع لي سالاد. شوربة فخيك كانت بنينة، خلطة كما قالت انا خلطت فيوند روج مع فيوند بلون، بدات تقول بنين. مام لي زيبيس ديالها جاو بنين، جاو شابين. مام لونطري ديالها جا ديساج تاعها بزاف شباب، وكي دقتها زاد عجبتني كثر. عجبتك قلتي لي؟ وجات بيكونت تما. وجات فيها زيبيس، فلفل كحل، الملح، قصبر، راس الحانوت، وعود قرفة باينة الملح. وشنو درت لها الميلونج بين التولي والغنمي، باسكو هي دواها الغنمي. وكالعادة على بالك حنا كيفاش نطيبوها، نديرو الغنمي ونزيدو الدجاج. الغنمي والدجاج باش يعود بالنهار. وشنو انا الطريقه ديالي ما نقطعش الحشيش وحده، نحكم الحشيش بوكي غارني، نحكم الحشيش. حياة عجبتها الشوربه فريك. الشوربه فريك مليحه، عجبتني، جات هايله. والسلطه هذه واش درتي لها؟ سلطه البري ان شاء الله. نورمال بون. الرز درت فيه الرز، جلبانه، مايز، فخوماج دكتور بيادن، فخوماج بلو، مايونيز. ودا هادو ما لي غوزاس، هادو هما الفخوماج. ودرت له ودرت لهم لاصوص تاع البيطراف، ماشي لاصوص ميكسي، تحب بيطراف وصفيتها ومصفيتها وكعد تاعها مكسيتيها وحده بيطراف وحده. تميكسي حبه بيطراف بعد جوزها في الصفايه مدلك اللون. على حساب كريم الشوربة فريك جات كيما يحب الخاطر. شوربة فريك ما شاء الله، مام جات بيكونت، جات كيما نحبها انا كما نقولوا، جات ما خفيفه ما ثقيله، مليحه متوسطه. كلوا بصحتكم. انا نروح نجيب لكم البلا برينسيبال. لونتري مربوحه على فتيحه، كاع عجبتهم. وقتها الطاجين مشوي. فوالا، ها الطبق الرئيسي اللي هو عبارة على طاجين شوا. طاجين شوا هدايا نديرو فيه لافيون، بصل، توم، حميصة، راس الحانوت، قزبر، كركم، شوية زيت، شوية سمن. نقلو نقلو حتى تقلى، هي تقلية قد ما تقلي تجيك مليحة. ساعة ساعة ونص، حتى قريبا أقل من حقوز السوايع في تقلية، حتى اللحم يدخلو طياب. ومن بعد كي يطيب طيب لافيون. الطبق الرئيسي عجب كريم وفكروا في العراس. الطبق الرئيسي مليح، وهذا كوش راهو يدور دوكا. وما عجبني الطريقه تاع الاخر اسمه تاع تحمس تاعها، كي كانت تقول لك فتحمس وهكذا تخلي حتى اللحم تاعها يدخلوا طياب مليح. ما عجبتني الطريقه تاع الخدمه تاعها.
بعد ندورهم في الفارينة، بعد ندخل في البيض، بعد في لاشابلور، بعد نقلوهم. إن شاء الله بقطع في الفرن. إن شاء الله. هم بعد نقليهم بعد. كان طيبهم باش يرجعوا. كي تقليهم باش ترجعوا. لا لا. كيكونوا خضور هكذا كنقوليهم نرميهم في لاصوص يطيبوا نعاود نصفيهم في لاشابلور تقليهم باش نقليهم. ما شاء الله. يسرى قالت لك كلش مليح ابار شويه ناشف. الطبق تاعها طاجين شوا كان بنين، ميم لي بولي دارتهم جاو بنين بزاف، وفيون دروج جاو بنين بزاف، والمرقه ديالو شويه ناشف مي بنين. كيش تو ترو دوموندي في العراس قلت ولا غندوزكم هذه اللي راهي تمشي يعني. هذه اللي راهي تمشي مع الاخر كي يطيب كامل نديرها شاربو. اه شاربو شاربو شغل في حمى صغيره هكذا وديريها في الفريجيدار ديريها فوق الالومنيوم ديرها شويه ليدم تاع لاصوص وغلقي عليها واحد 20 مينوت هكذا تطلق كاع لودور ديالها ومن بعد نحيها تمد هذيك الريحه تاع الشواء على بها سماوه طاجين شواء وطاجين شواء هذا ماشي تاعنا هذا سي ماروكا وحنا فتنا عليهم ويديروا صحاب قسنطينه كانا حياه حاجه جديده مليحه جاها بنين لافيوند ثان متبل مليح اللحم طايب مليح كل حاجه مليحه الله يبارك يعطيها الصحه يا دونك جبتي لنا ديسير الديسير حاجه خفيفه خفيفه درت لكم صفه صفه درت صفه خفيف ظريف نخليكم تكملوا البلا هذايا بعد وقت الديسير فوالا هاي لك التحليه هي عباره على تعرفوها كامل هي الصفه ان شاء الله تنال اعجابكم تفضلوا صفة كي العاده في ورطه طعام الطفيره الاولانيه كل شويه باسكو كي تصل الطفيره الثانيه تشمخو بيان الملح والزيت وخليه حتى ينشف تكسو كامل هكذا خليه حتى ينشف شويه زيت حطوه الفرن وتخلطو نتا داخل الجفنه تكون رميت السكر كريستاليزي وتكون فورت زبيب زبيب ونكونوا رحينا اللوز والجوز مكسرات دوك تا مكسرات اللي حبيتها قد ما تزيد قد ما زيد تولي بنينه حسب الرغبه انا درت هنا نبداو بكريم واش رايك في السفاه السفاه ثانيه مليحه عجبتني ومام ديكوراسيون تاعها مليح شباب ومن بعد كي نحيها من ديك التفويره ديريكت نحطها في هذاك السكر كريستاليزي نخليها واحد 2 سكوند هكذا يا قسمه هذيك السخانه تجبد هذاك السكر يدوب ونحركو بعد نزيد معاه الزبيب نزيد معاه المكسرات ونزيد معاه غانا بلوس حلوة الطرك ونميلونجي كلش مع الزبده مزهر ما درتي لا لا ما درتوش مزهر ديش انتي مزهر حليب ما درتش مزهر ديالك ما لقيتك عجبني ما حبيت نخليها باش الذوق ديالي باش تشوف ديالك حبيت الذوق هكذا جاتك بنينه بنينه كل واحد الطريقه تاعو كيف كل الطريقه ديالو والديكور حسب الرغبه يسرى واش رايك في السفره يا يسرى بصراحه السفره تاعها عجبتني خير من السفره اللي كاينه في الحلقه الاولى بس كنت الحلقه الاولى كان لقيتها حليب شويه طاغي فيها مي هذه قالتها بداتها بلا حليب بلا مزاج كانت بنينه حياه عجبها الديسير السفره مليحه عجبتني يعطيك الصحه فتيحه يعطيك الصحه على المنيو تاع اليوم من القعده حتى الديسير كلش في بلاصتو قاعدة بنا استقبال كلش ومام الدريساج باش لاصالات كيفاش راح يكونوا لي نوت هذا واش راح نكتشفوا كيف كيف لا بروميير نوت كريم العرضة تاع مليحة وما شاء الله وجازت خفيفة نعطي لها 9 9 نقاط من عند كريم لا دوزيام نوت حياة العرضة تاع مدام فاتحة عجبتني كان استقبال رائع يعطيها الصحة نعطيها العلامة 8 على 10 8 نقاط من عند حياة اونفان يسرى العرضة ديالها كانت شابة دوزنا وقت شباب مع بعض قعدنا قصرنا ضحكنا وعلى هذا نعطيها 8 8 نقاط من عند يسرى وما تنساوش غدوة إن شاء الله العرضة التالية تاع هذا الأسبوع أنا معروضين عندي يسرى غدوة العصافير تزغزغ في الكوزينة يعطيكم الصحة اللي تبعتونا نتلاقاو غدوة إن شاء الله تبقوا على خير بصح علاش العصافير تزغزغ في الكوزينة ما فهمتش